وسوسه يا ابو عامر. هذه به وسوسه. كل شيء اشوفه بالصوت والصوره العلم ما قصر. يعني خططك ناجحه؟ وشفت بلاوي عسى الله يعيننا عليها. بس انت كذا بتتعب نفسك. الوقايه خير من العلاج. قبل ما يوقع الفاس بالراس. تامر على شيء؟ لا بس اسمعي، الكلام اللي شفتيه بهالغرفه لا يطلع منها. سم. تعالي اخذ فيس لفح على عالمنا. يا سلا خاطري وانا احبك يا سلا على ليش الجفا ليش تجرني وانا احبك 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 يا سلا يلا عيال تصبحون على خير. هي وين 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 بيسرون الدجاج. أسهر الخفافيش بعدين أنا وراي المحقق كونان. أوكي مع السلامة. يلا الحين يبغانا أغنية سامرية. ما يطيق الصبر يا من لقلبي ما يطيق الصبر أشكرك يبا، وهذا عندل يدل على حرصك على أبنائك وتربيتك السليمة لهم. تصبح على خير. تعال ما جاوبتني، وش اللي مؤخرك إلى هالحزة؟ بعض العادات السيئة هي اللي أخرتني. وش هي العادات السيئة؟ يوم جيت أبجي للبيت ألع شجاع، استحيت من العيال يأكلون لحالهم وأنا أمشي، قمت أكلت. والمحقق كنن، ما همك؟ ابلش، مدام كذا أبى أقول الصدق. عجيب والله، كل هذا يصير في بيتك أبو عبيد وانت نايم. والله أن يصلك الخبر الحالي.
ابو عبيد يا ابو عبيد يا ابو عبيد ايش عندك؟ خير؟ خير؟ وش عندك من مصيبه؟ والله هالمصايب ما تطلع من هالبيت يا اخوي. انت ما تنام انت بك جن طاير بك. ما عندك سفله ولا تسوى بصلاه. انا عن نبي ضميري لازم اقول لك ترى شغالتك انا شايفها تطلع من عند السواق. طيب وش فيها؟ عجيب وش فيها؟ والله اكبر ما تخجل انت. وش ملاكت؟ ابي وجهك دم ما تستحي من اللي حواليك. الظاهر انك انت موسوس ونيتك شينه. هذا السواق جايبه هو زوجته. طيب وين ما تفتح لهم باب من داخل السور علشان الجيران ما يشكون فيهم. اي خدمات يا حبيبي؟ اقول ابو عامر توكل 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 لاجيب لك الشرطه. توكل سو خير يكشر. اسمع يا ابو صالح. اسلم. اذا ولدوا عامر ما فكنا من شره خلوه علي. يا ابن الحلال هذا راسه يابس واذا ما عدلناه ترى بيتمادى وبيننا وبين الشرطه. يا ابن الحلال انا قايل لك ادوى وعندي. كفو. بالله عليكي وايش سويتوا كمان؟ وكيف كان الفرح؟ والله كان نفسي احضر بس عامر ما خلاني انزل على جده. خساره. والله وحشتوني. بالله عليك من جد؟ يعني يمكن تجوا؟ متكلمين؟ منال شوية وأكلمك. ها؟ هذه صاحبتي منال. في شيء يا خالي؟ وش سمي؟ تتدخل في خصوصياتي يا خالي؟ إيش هو هذا؟ عجيب والله. إذني بقى يا جروح أجوك داوي. ذاك الفنان البطل يا عيال. الاغنيه الجايه وبعدها بنسري. السهر مو بزين صحتكم يا شيخ. انقلع يا اخوي حر خسنا. فقني ثمك قدامي. قام شغل المكيف. ما عندك عراقي بطيء؟ موجود. يا ساتر مصيبه يا اخوان. ايش فيك؟ في كاميرا. في احد يتجسس علينا. ما انت بعاقل يا البنتاغون. وش عنده يتجسس عليك؟ ها اقول ارقد. اها دحين تاكدت. العامل قبل كم يوم يقول ابوك خرج من الاستراحه ومعه سيارتك. انا اتهم ابوك يا عامر. ايه ما ارضى تقول عن ابوي كذا. تفهم ولا ما تفهم؟ الحين توني افهم. طلعاتك بدري وترك السهر لا تسوي لي فيها مثالي. يا كابتن هذه اسمها استراحه يعني ارتاح فيها. مو ابوك يتجسس علينا. أظن يا عيال لو نقصنا واحد بالاستراحة عادي صح؟ صح. وش تقصدون يا عيال؟ افهمها زي ما تفهمها. طب عادي أجي بكرة أخذ أغراضي. عادي. طب عادي تغني لي أغنية. نيلك وداعي يا آخر ليلة تجمعنا. وداعي وداعي وانا ليش استنى لين بكره ان شاء الله عشان الوم عفشي؟ انا كلمت اخويا وجاي ياخذني. يا بنت الحلال اذكري الله مهما يكون هذا خالك ولازم تصبرين عليه. انا ما اقدر اعيش في بيت مراقب كذا. صرت اشك حتى في نفسي. خير خير ان شاء الله. وش في صوتكم طالع؟ سلامات وين رايح انت؟ رايحه البيت اهلي. اعتبروني انه انا طلعت نومينيه. اصلا هذا تلفزيون الواقع. البيت ده كله ملغم كاميرات. لما تخلص البرنامج حقكم ساعتها تعال خذني. خير خير إن شاء الله. وش في مشاعر زعلانة؟ ما تدري يبا من حركات التجسس اللي مسويها. أخويا يطردوني من الاستراحة يوم اكتشفوا الكاميرا اللي زارحها. والجيران كلهم متضايقين. والحين زوجتي تبي تطلع من البيت بعد. خلها تولي قضى الحريم. عجيب والله.
السلام عليكم. سلام ورحمة الله. هلا هلا أبو عامر. هلا أبو عامر. خير إن شاء الله. شو السالفة؟ لا بس أبو عبيد انسرق بيته. أبرك أقول يعني عسى مسكوا الحرامية. لا لا ما مسكوهم بس ما نقول إلا الله يعوض خير مساكين. لا تشيل هم إن شاء الله. موضوع بسيط إن شاء الله بينحل. الله يبيض وجهك. السلام عليكم. هلا هلا. مشينا يا شباب. سلام عليكم. عليكم السلام. يا ما نصحتك ويا ما قلت لك ركب كاميرات لكن انت رازل خشيشك وما تفهم حقك وما جاك. اقول شقها 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 توكل على الله. لقيتها. اقول يا ابو عبيد. هلا. الحين ابو عامر ما عنده كاميرات؟ اللي عنده كاميرات هالمروح وكاميراته. زين ورا ما نلحقه ونخليه يوريناها لعلنا نكتشف الحرامي. والله انك لقيته. يا حبيبي يا ابو عامر تصدق انه رجال ما شاء الله عليه جيد جيد الله يبيض وجهه جار ما شاء الله نشمي يا ابو عامر ابو عامر لا تسوقه يا خلف ابوي انت يا بعد حي تعال تعال ابو عامر ابو عامر ابو عامر يا ابو عامر خير شبود يا حبيبي انت يا طير شلوى انت الذي من بدة الناس مخليك رجل على فعل المكارم مضرة يا حبيبي والله يا ابو عامر ترى الجار لو جاء ها ابيك يا بعد حي تكشف معنى الحرميه وش قالوا لك انا سالبونيسي تكرم تكرم يا ابن الحلال بس نبي ندخل نشوف الكاميرات اللي عندك لعلنا نكتشف الحرامي انا الوسوس انا الملقوف يلا يلا راح دبر نفسك وعندي الكاميرات اي حي هذا ردي من الله خلقه وجه القعود اللي واطي له جمره هالحين وش نعمل صدقتوا انتم حبايبي انتم جيراني يلا تفضلوا تفضلوا نشوف الحرامي يا بعد حي يا حبيبي والله هدري انك سنافي يا الذي من بدة الناس مغلي هل سرقنا؟ عجيب والله عجيب حمد يا حمد 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 سم بيبا سم خير وش فيه سلامات أغراضي وجهزة المراقبة كلها سرقت وغرفتي ما فيها شيء نبت الحمد لله الحمد لله أقول لك سرقت تقول الحمد لله غريبة أغراض البيت ما نسرق منها شيء أقول لك رحل بس بسرعة يلا نبلغ الشرطة خلصني أبشر لو سمحت البيت هذا اللي عليه الكاميرا حق منه هذا بيت جارنا ابو عامر هو اللي عنده الكاميرات طال عمرك ما شاء الله جوا الشرطه بهالسرعه يا عم بعد اذنك نبي نشوف الكاميرات اصلا احنا جايين نبي نبلغ الرسيفرات حقت الكاميرات كلها انسرقت معناته الحرامي هو نفسه اللي سرقهن والدليل اللي عندكم راح لا يا حضره الضابط الدليل عندي أنا مركب كاميراي بالبيت وصورت كل شيء والمجرم صورته وهو متلبس تسمع ولا لا أركب بديتك